وكمان معانا دلوقتي من داخل معرض الشارقة الدولي للكتاب الكاتب المتميز الأستاذ عمرو حسين اللي مشارك بمجموعة من أعماله الأدبية في المعرض. أهلا بحضرتك أستاذ عمرو. مساء الخير، أهلا بيكي. أهلا بيك، كلمنا عن مشاركتك في معرض الشارقة. طيب، هو أنا عامة يعني أنا ليا 4 روايات منشورة لحد دلوقتي، والحمد لله يعني من حسن حظي يعني إن أنا ناشر مع ثلاث دور نشر يعني، والثلاثة يعتبروا من الثلاث من دور النشر الكبيرة، فهم كلهم متواجدين في معرض الشارقة ضمن كوكبة أكبر بكتير من الدور المصرية اللي مشاركة في المعرض. يعني في كم كبير وعدد كبير جدا من دور النشر المصرية اللي مشاركة في المعرض السنة دي زي كل سنة يعني. شايف ازاي حضرتك اهميه المعارض سواء كانت في الشارقه او في مصر؟ لا، المعارض بتبقى نقطه التقاء هامه جدا 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 للكتاب والناشرين وكل الناس اللي في المجال ده. يعني انا لما بروح المعرض سواء القاهره او في الشارقه او في معرض ابو ظبي او اي معرض ثاني، بتبقى فرصه ان انا ككاتب يعني بقابل كتاب كتير جدا، بتواصل معاهم، ومش شرط يكونوا كتاب كلهم مصريين، في مصريين وفي من دول عربيه كتير بيجوا مخصوص الشارقه وبيجوا مخصوص معرض القاهره برضو، لان انا نفسي مقيم في دبي، ولكن بحرص ان انا في معرض القاهره بالكامل بكون متواجد في مصر وبحضره، لاني بقابل كم كبير من الكتاب من دور النشر، من الاصدقاء، من القراء حتى. فهي مهمة جدا، بالذات كمان الندوات اللي بتكون على هامش المعرض سواء هنا او هنا. المعارض بشكل عام سوق كبيرة جدا جدا، وانا عارف حتى ان حتى دور النشر بتستغل المعارض دي في توزيع اكتر، بالوصول اكتر بالكتب بتاعتها لقراء اكتر. جميل، حضرتك شايف قد ايه مشاركة الكتاب المصريين في المعارض الدولية بشكل عام او المعارض اللي بتقام في الوطن العربي بشكل عام، وشايف انه نسبة المشاركة عاملة ازاي؟ لا، المشاركة المصرية بتبقى كبيرة جدا تقريبا في كل المعارض اللي بتقام في معظم الدول العربية يعني. يعني لو خرجنا بره الدول العربية ممكن تلاقي المشاركة المصرية ما زالت متواجدة ولكن مش كبيرة، لكن في الدول العربية لا، المشاركة المصرية واضحة جدا جدا، لدرجة ان انا كنت بفتكر دلوقتي قائمة الكتاب المصريين المشاركين دلوقتي في معرض الشارقة واحنا بنتكلم، وهي قائمة طويلة جدا جدا. يعني انا لو قلت لك فعلا ممكن تصل ل 20 25 30 اسم من الكتاب المصريين المتواجدين وبيحضروا بيزوروا المعرض، سواء كانوا ليهم كتب في المعرض او هم متعاونين مع دور النشر موجودة في المعرض او رايحين يقابلوا الكتاب والقراء. فلا، المشاركة المصرية كبيرة جدا سواء على مستوى دور النشر او على مستوى الكتاب يعني. ده كلام رائع، انا بشكر حضرتك استاذ عمرو، ميرسي وبالتوفيق دايما. العفو، العفو عليك. ميرسي لحضرتك، شكرا.